متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية الرئيسية ما زالت طبعا أجزاء واسعة من المملكة، لا سيما القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، تحت تأثير أجواء لاهبة جدا ودرجات حرارة قياسية في بعض المناطق تتجاوز حاجز 50 درجة مئوية، فيما تستعرض خرائط توزيعات درجات الحرارة والكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض. نلاحظ أن الجزء الأكبر لهذه الكتل الهوائية والحار واللاهب المشار إليه باللون الأبيض بدأ بالتراجع تدريجيا نحو المناطق الأكثر صحراوية بالاتجاه الغربي من المملكة كما نلاحظ، وامتداده الرأسي نحو المنطقة الشمالية، تراجع قليل لا يذكر، لن يكون هناك طبعا شعور بالتراجع في هذه القيم القياسية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة كما نلاحظ، لكن مع تركز ذلك في أغلب القطاع الغربي من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتوجه هذه الكتلة لاحقا خلال هذا الأسبوع باتجاه المنطقة الشمالية من المملكة، وبالتالي ننتظر المزيد من ارتفاع درجات الحرارة في القطاع الشمالي من المملكة. توقعات الهطولات المطرية تعود من جديد في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، فمثلا يوم الأحد في ساعات ما بعد الظهر هناك بعض الزخات المحلية من الأمطار محتملة على هذه المناطق على شكل زخات محلية متباعدة جغرافيا وزمنيا، قد تصحبها حدود الرعد أحيانا بمشيئة الله تعالى. وأيضا نتوقع في الجهة الأخرى، الجهة المقابلة مثلا في سلطنة عمان، هطولا أمطار على مرتفعات والجبال الحجر بشكل لافت يوم الأحد، تعود هناك التوقعات بشكل واضح بمشيئة الله تعالى. وأيضا يوم الاثنين تزداد رقعة هذه الأمطار لتشمل أيضا مناطق داخل ربما دولة الإمارات بمشيئة الله تعالى. وإذا نظرنا إلى جنوب غرب المملكة فهناك فرص لأمطار أيضا يوم الاثنين في ساعات الظهر على بعض مرتفعات أبها وعسير بمشيئة الله تعالى. وأيضا يوم الثلاثاء كذلك ذات الأمر هناك بعض الزخات من الأمطار متوقع مرتفعات الباحة، قد تصل مرتفعات أبها وأيضا مرتفعات عسير. هذه طبعا الزخات تهطل في ساعات بعد الظهر، تكون أحيانا رعدية مصحوبة أحيانا بتساقط لزخات البرد. على الجانب الآخر يوم الثلاثاء من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تهطل الأمطار في رقعة واسعة من سلطنة عمان وأجزاء من دولة الإمارات بمشيئة الله تعالى، طبعا ضمن الأمطار الموسمية. نعود إلى توقعات العاصمة الرياض هذه الليلة، درجة الحرارة تكون في العاصمة 29 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية بشكل عام في ساعات هذه الليلة. توقعات الأيام القادمة تكون أيضا درجة حرارة أجواء لاهبة للغاية في ساعات النهار في العاصمة، تصل إلى 45 درجة مئوية سواء يومي الأحد والاثنين، وفي ساعات الليل 29 إلى 28 درجة مئوية، تراجع قليل لا يذكر على درجات حرارة يوم الثلاثاء، تتراجع إلى 44 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى لين حوالي 29 درجة مئوية. دعونا الآن نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها شمالا هذه المرة من إسكاكا، 41 إلى 28 درجة مئوية، 41 إلى 26 في تبوك، و 42 إلى 27 درجة مئوية في عرعر. نلاحظ في المدينة المنورة 46 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلة 32 درجة مئوية، 41 إلى 29 درجة مئوية في مكة المكرمة، و 34 إلى 29 درجة مئوية في مدينة جدة. أمطار محتملة في ساعات بعد ظهر يوم الأحد فوق مرتفعات الطائف، وتسجل العظمى 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى تقريبا ليلا حوالي 26 درجة مئوية. بعض الزخات الرعدية محتملة أيضا في مرتفعات أبها، تسجل العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية، في الباحة 30 إلى 21، وفي جازان من 38 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 31 درجة مئوية، في الإحساء 47 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 30، كما ذات الأمر في حفر بطن 47 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 30 درجة مئوية، وفي الدمام من 43 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 31 درجة مئوية. ختام هذه الجولة من المناطق الوسطى من المملكة، تكون في العاصمة 45 درجة مئوية في ساعات النهار، الصغرى 29، في بريدة في القصيم 44 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 28، وتكون في حائل 41 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى ليلا 28 درجة مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.